الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رب لترضى. كما تعودنا نستمع إلى أسئلة الشباب الحاضر معنا ونحاول أن نجيب عنها. وأظن السؤال مع السيد أحمد. تفضل يا أحمد. حقيقة وأنا كنت كلمتنا عن أسماء الله الحسنى، الجمال والكمال والجلال، كنت عايز أسأل حضرتك، ممكن اللي بيذكر بأسماء الله الحسنى يتعلق باسم معين أكتر من غيره لوحده، يحس إن هو الاسم ده بيأثر فيه أكتر أو بيحب يذكره أكتر من غيره، ولا مش ممكن؟ ولو ده حصل يستمر في ده، ولا لازم يرجع لشيخ أو يقف ويكمل بقية الأسماء، ولا يعمل إيه؟ أسماء الله الحسنى تأملها وتأمل كمالها وجلالها وجمالها الشيخ عبد القادر الجيلاني، ورأى أن هناك أسماء سماها بالأسماء الأصول، وكأن هي الأسماء التي سيبنى عليها أو يمكن أن تكون مدخلاً للأسماء الحسنى. لا أريد أن أستعمل بعض الألفاظ مثل أن تكون مختصراً لأسماء الله الحسنى، لا، هي مش مختصر، هي أساس، هي مدخل لأسماء الله الحسنى في جماله وجماله. ثم أوجدها سبعة، قال بس السبعة دي محتاجة كمالة، فسماها الفروع، يعني ابتداء إن هذه السبعة مبني عليها ستة، فالسبعة نسميها الأصول والستة نسميها الفروع، وكل ده من التجليات التي حدثت على قلب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. واحد يسألني هو ده وحي؟ لا، مش وحي، ده تجريب، يعني لازم علي؟ لا، مش لازم، لازم دي هتروح هناك في الأحكام، طلب لازم ولا طلب غير لازم ده قضية تانية خالص، إنما دي تجربة لما نيجي نتبعها نتبعها على أنها تجربة شخص صالح، فأنت بتتبعه، بتتبع الصالح ده في صلاحه، لأنه لما ذكر ذكر بهذه الأسماء وكذا. طيب، فمع تأمله وتوغله في أسماء الله الحسنى طلع بسبعة سماهم الأصول، وبنى عليهم برضو ستة سماهم الفروع. فلما تيجي تدخل الطريق ويقول لك اذكر الأصول الأول، طب خلصنا الأصول، طب اذكر الفروع، تذكر الفروع. أثناء هذه الرحلة من أذكار تجد نفسك قد تعلقت باسم معين، بعد ما بتنتهي منها الشيخ بيقول لك اقرأ بقى 99 اسم ابنيهم عليه بقى، وانت بتقرأ كل يوم اسم من 99، يعني يخلصوا في 99 يوم، قلبك ينجذب إلى اسم معين، ترتاح له، تشعر بسعادة غامرة من قراءته، براحة منه، ومتمسك فيه، والشيخ بتاعك يقول لك امسك في الاسم ده ما دام حدث معه يعني هذا التعلق، لأن القضية كلها كما قالوا حيثما تجد قلبك. شوف قلبك فين. بعض الناس تسأل هو لما طول في القراءة في صلاتي أحسن، ولا أركع طويل أحسن، ولا أسجد أطول؟ فقالوا حيثما تجد قلبك. يقول لك والصلاة أصلي في اليوم 20 ركعة 100 ركعة بتاع كده، ولا صيام أحسن، ولا
العمر أحسن حيثما تجد قلبك. هو الذكر أحسن ولا القرآن أحسن حيثما تجد قلبك؟ بتجد قلبك فين؟ تنوعت العبادة لأن الله خلق لكل قلب ما يشغله، والقضية حيثما تجد قلبك. شوف قلبك فين وتكون معه. وسؤالك ينقسم لشقين. الشق الأول إن واحد عنده شيخ وبيذكر، هل ينجذب لاسم دون آخر؟ ينجذب لاسم دون آخر. وساعات ينجذب لاسم ما هوش موجود في الأسماء الحسنى بتاعت رواية الإمام سيدنا أبي هريرة. فيعني هو موجود في الكتاب أو في السنة لكن مش موجود هنا، زي قدير مثلا. قدير مش موجودة في الأسماء التسعة وما هو ينجذب لقدير. أو ما فيش شيخ، ده الشق التاني بقى. إذا كان هذا الكلام بيحصل والشيخ موجود يبقى بيحصل، والشيخ مش موجود هي هي، فيستمر فيه. أيوة يستمر فيه. طيب في بقى حالة تالتة أنت ما ذكرتهاش، سواء في شيخ أو ما فيش شيخ، وخلص السبعة وخلص الستة وخلص التسعة وتسعين وقلبه ما تحركش. ده بقى حالة يعني أنت بتفترض أنه قلبه تحرك مع اسم من الأسماء. لا، ده بقى قلبه ما تحركش، فعلى طول بيقول لك يبقى الله. يعني كأن لفظ الجلالة الله هو الإيه؟ الأساس، هو الأساس. نعم. طب حضرتك لما بيتعلق باسم معين ويفضل يذكر بيه، في حتة صغيرة كده جوه قلب الواحد بتحسسه بتأنيب الضمير، إنه يعني شايف إن الاسم ده أفضل من الأسماء التانية، فيبقى الواحد خايف كده، زي ما يكون مثلا واحد حابب آية معينة في القرآن، فيبقى حاسس إن الآية دي هو شايف إنه شايفها أحسن من بقية الآيات عشان حاببها هي بالذات، فتبقى في حتة تأنيب ضمير صغيرة كده. طب يعني الأسماء التانية مش حلوة، يعني أنا عمال أذكر بده، فجزئية تأنيب الضمير دي لأنه مش واخد باله إن الفضل والأفضلية نسبية. جاء واحد لسيدنا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الراجل ده شيء غريب، تبال يقرا قل هو الله احد ومش راضي يقرا اللي هي، فجابه وقال له انت ايه العباره، انت ليه بتقرا قل هو الله احد على طول؟ قال احبها يا رسول الله. قال حبك لها ادخلك الجنه. ففي واحد الافضليه نسبيه. النبي بيقول مثلا ان سوره الاخلاص ده سبحان الله ثلث القران. ايوه من جهه معينه، ولذلك كان مشايخنا يقولوها ثلاث مرات علشان كانهم خاتم القران. وفي ورد في فضائلها حاجه كبيره قوي. وبعدين يقول لك ياسين مثلا قلب القران، يقول لك مثلا آية الكرسي يعني سنام القرآن، يعني مش عارف آية، وهكذا. يبقى إذن الأفضلية هنا نسبية. هل هناك تفاضل بين آية وآية أو كذا؟ مش كله قرآن وكله كلام الله. من الناحية دي، من ناحية كل إن هو كلام الله، أيوه، إنما الأفضلية نسبية. بالنسبة لإيه؟ قال أجد قلبي عندها، أهو دي نسبية. قال الحكم بتاعها فتح دماغي، انا اقرا كتير بس الايه دي بالذات هي اللي نورت لي طريقي. ده ما هوش كلام عن الايات الاخرى، ده الكلام عن الايه دي بالذات فضلها نسبي، ان جيت نجهت النسبيه بتاعتها ان هي اللي نورت لي طريقي. ده وهم، مش وهم، دي نسبيه. لا اقصد وهم ان هو فاكر ان دي افضل من الايات التانية. ما هياش وهم،
هي أفضل من الآيات الأخرى من ناحية معينة، وهي أنه الذي تفاعل معها. واخد بالك؟ هي مش وهم، ده حقيقة. نقدر نقول أن هي أفضل ليه هو؟ هو شايفها كده لأنها نسبية. واخد بالك؟ بتتغير من إيه؟ من شخص لشخص. واحد يقول له والله أنا شايف آية تانية، حاجة تانية. واحد تالت يقول لك أنت عارف أنا كنت الآية دي أحبها قوي، بس بقيت أحب الآية التانية دي أكتر، أو الصورة دي أكتر، أو كذا أكتر. فده نسبية. هو بيحب دي أكتر. ما هو بيحب دي أكتر من دي، يبقى مش وهم أهو، صحيح وكويس قوي، ولكنها نسبية، بحيث إن غيره اللي بيحب نكهت أكتر، ما هي نسبية برضو. إحنا ما ضربناش بعض الآيات ببعض، لعملها نسبية. وأدام قلنا نسبية، يبقى على طول نفتكر الأربع حاجات اللي قلناها كتير: الزمان، المكان، الأشخاص، الأحوال. هتلاقي في الزمن بيختلف، هتلاقي المكان بيختلف، هتلاقي الأشخاص بتختلف، هتلاقي كذا، يبقى نسبية. يبقى الأفضلية هنا ما تأنبش نفسك ولا حاجة فيها، لأنها أفضلية مش مطلقة، دي أفضلية نسبية. أيوة يا محمد. بالنسبة لمولانا الضمير هو، حضرتك يعني هو ده من ضمن كان في 13 اسم قلت لحضرتك اللي هو بناخده في الأوراد وكده، فهل هل هل ده يعتبر اسم من أسماء الله الحسنى؟ هو بيسموه في اللغة العربية في النحو ضمير، ويسموا الضمير أعرف المعارف. واخد بالك؟ فبرضو إذا أطلق كلمة هو على طول تقول هو سبحانه وتعالى. وربنا جاب ضمير الشأن ده يقول قل هو الله أحد، قل هو. ها؟ مين اللي هو الحاضر؟ الحاضر في كل وقت وحين، الله أحد. قل هو. واخد بالك؟ فالضمير ده بيبقى كأنه أعرف المعارف. والكلام ده على فكرة مش موجود في العربي بس، ده موجود في اللغات كلها. أنا أدي لك مثل بسيط، أقول لك إيه؟ هي كام؟ أو هي الساعة كام؟ هي الساعة كام؟ هي اللي هي مين؟ الدنيا اللي احنا فيها كده، ساعتها كام دلوقتي؟ فتقولي دي الساعة كذا. هي الساعة كام؟ هي دي رايحة لفين؟ للدنيا. طب هو في حد بينكر الدنيا أو ما هوش عارفها أو كذا إلى آخره؟ أبدا. يبقى إذن الضمير أعرف المعارف. بعد الفاصل نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قبل الفاصل نتكلم، وما زلنا نتكلم، عن أسماء الله الحسنى. مين عنده سؤال؟ تفضل يا أحمد. لو حضرتك ممكن قياسا على الضمير، ممكن مثلا نقول إن برضو ممكن نذكر بلفظ الإله. ما هو إذا قلنا الإله ينصرف الذهن إلى ربنا سبحانه وتعالى، فهل ممكن برضو نذكر بلفظ الإله؟ لو صحيح كان كده، لكن هل هو كده؟ الإله هل هو تمحض في المعبود بحق، ولا الإله بيستعمل؟ أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. يبقى إذن أرأيت، أفرأيت، الإله هنا استعمل في غير المعبود بحق.
فهل هو عندما نطلقه كده قم ينصرف الذهن إلى الإله المعبود بحق؟ إذا كان كده، لو كان كده صحيح هينفع الذكر بيه، لكن لو ما كانش يبقى ما ينفعش، يبقى لازم نخليه واضح المعاني. اللي بيذكر يا مولانا يبقى في باله ان هو يقصد الله. الله ده ما فيهاش كلام، يعني وهو بيقول الاله هو عارف ان في باله الله. هيقول ايه بقى؟ الاله 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 مش هينفع، مش هينفع الكلام ده. انا بقول لك ليه مش هينفع قبل ما تقولي ليه، وهو انه عند الاطلاق الاله يطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق، كالأوسان وكذا إلى آخره، فإحنا ما نعملش الشركة دي. طب رب يا مولانا؟ رب ليها معاني كتيرة في اللغة العربية، واخد بالك؟ منها رب البيت، ومنها ربة البيت، ومنها بمعنى الملك. اذكرني عند ربك، يعني عند الملك بتاعك، ومنها رب العالمين، ومنها وهكذا. فرب ليها معاني كثيرة في اللغة. نعم يا بلال، نعم. الضمير يا مولانا برضو ممكن ينصرف لأي حاجة تانية، يعني هو أو هي أو هم أو هو، يعني أي حاجة تانية غائبة، أي حد غائب. لكن لما أنا بذكر بهو ببقى في نيتي إن هو الله، مش بقصد هو أي حد تاني، واحد تاني. فبرضو يبقى إيه الفرق يعني؟ الفرق كبير بين السماء والأرض. ازاي؟ في حاجة اسمها الوضع. ايه الوضع ده؟ جعل اللفظ بإزاء المعنى. ومين اللي عمل كده؟ مين اللي سمى الحاجة اللي فوقينا دي سماء، والحاجة اللي تحتينا دي أرض، والحاجة اللي في ايدي دي عصاية، والحاجة اللي مين اللي سمى الأسماء دي؟ الألفاظ دي اتعملت مع المعاني دي ازاي؟ فواضع اللغة هو الله. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فيبقى أول حاجة إن إحنا نعرف إن في حاجة اسمها الوضع، وهو جعل اللفظ بإزاء وصاد المعنى، وإن اللي عمل العملية دي هو الله. طيب، الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء بإزاء المعاني، حتى قال ابن عباس علمه حتى القصعة والقصيعة. علم آدم، قال له دي الطبق ده اسمه قصعة، ها، والصغير اسمه قصيعة. القصعة كانت لغته ايه مولانا سيدنا آدم؟ لغة آدم يبدو أنها كانت العربية، لكن مش هو ده القضية. القضية اللغة كلغة. فالوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى. لما نيجي للضمير بقى هنجد فيه حاجة غريبة جدا لاحظوها العلماء. ايه الحاجة الغريبة دي؟ قال انه كلي وضعا، جزئي استعمالا. يعني ايه؟ يعني لما جه واضع اللغة، نقدر نقول هنا بقى واحنا اخترنا ان واضع اللغة هو الله، نقول واضع اللغة، اللغة سبحانه وتعالى يضع كلمة هو بإزاء معناها، وضعها المعنى كلي. يعني ايه معنى كلي؟ يعني اي حد نقدر ان احنا نقول عليه هو كلي، حاجة كلية كده، زي كلمة انسان له افراد. لما اقول لك روح نادي لي انسان، تجيب لي واحد، رجل، امرأة، كبير، صغير، مصري، افريقي، اسيوي، اي حد. فيبقى هو كلي الوضع.
لما اجي بقى استعملها لازم استعملها على حاجة واحدة، جزئي الاستعمال مش كلي الاستعمال. شوف كلمة انسان كلي الوضع كلي الاستعمال، فقلت لك هات لي انسان فرحت جايب انسان اي انسان، لكن هو لا، ده انا بقول لك هو ادم نطقتها بلساني بقى جزئي ومعناها كلي. فانت ايه السؤال اللي سالته؟ اللخبطه بين الكلي والجزئي، بمعنى اللخبطه او الخلط يعني ما بين ما في الذهن وما في الخارج، فده اللي حيرك. قلت الله، طب ما هو كلي، الفرق اللي بينها وبين تقول لي دي جايزة ودي مش جايزة؟ أصل دي مش جايزة لأن إطلاقها لا يخصصها، لا يجزئ، لا يجعلها جزئية، لكن دي جايزة لأن استعمالها يجعلها جزئية. فإذن الوضع كلي لكن الاستعمال بقى الجزئي. طب مولانا مثلا صفة مثلا زي الكريم دي لو بناء على الكلام اللي حضرتك قلته يبقى استعمالها برضو كلي، لان لو قلت كريم عندنا مثلا قاعدين خمسه هنا عارفين انهم كرمه، ممكن مثلا لو انا قلت لحضرتك ممكن اي حد من الكرمه اللي هنا او كريم منهم، فيبقى استعمالها كلي، لكن لما باجي اذكر بيها بقصد ربنا سبحانه وتعالى، فيبقى اللفظ برضو كلي الاستعمال، لكن انا قصدت عند الذكر ان انا اخصصه على ربنا سبحانه وتعالى، المانع ان ده برضو يبقى على لفظ الاله. كريم ملهاش معنيين، واحد سلبي واحد ايجابي. اله ليها معنيين، واحد سلبي واحد ايجابي. بس ربنا نفى الالوهيه عن غيره، فاعلم انه لا اله الا الله، لا اله، فخلاص بقى هو بس الاله. ربنا اثبت الالوهيه لغيره وقال افرايت الذي اتخذ الهه هوى، فكيف يكون نفاها كده؟ لا، ده هو الإله، له إما أن يكون معبودا بحق أو معبود بغير حق، فهو استعملها في الاثنين لأنها تصلح للاثنين، يبقى هي سلب وإيجاب. حضرتك لما بتقول إله ما عرفش أنت تقصد إيه ولا إيه الحكاية بتاعتك، لكن لما تقول هو أعرف أن أنت فيها جزء، يا إما تقصد الله في مقام الذكر وهو أعرف المعارف، يا إما تقصد المخلوق مثلا ماشي، لكنها ما فيهاش معنى سلبي. كريم ملهاش معنى سلبي. طب لو شلنا كريم وحطينا متكبر مثلا ممكن يبقى ليها معنى سلبي؟ إذا أردت بها الإنسان. وبعدين يا متكبر يا هنا انت بتنادي مين؟ فهكذا لازم تحط في ذهنك الفرق بين الكلي والجزئي، والفرق بين الوضع والاستعمال، والفرق بين السلب والايجاب. شوف شوف السلسال ده واقعد تدبرها وهات لي ايه هي الحكايه. لما هتقول يا متكبر، لانه هذا يا مؤمن، الله سبحانه وتعالى في أسماء اسمها الأسماء المشتركة، والأسماء المشتركة دي هي فيها أنها تطلق على الله وتطلق على البشر، لكن تطلق بالاشتراك وليس بالتشكيك أو التواطؤ. يعني إيه؟ يعني لا علاقة بين وصف الله بالمتكبر ووصف المخلوق بالمتكبر، ده مشترك لفظي، فالرب رب والعبد عبد. ومعنى ده ايه؟ معنى ده ان في الفاظ افرادها مختلفة، و
في تحقيق معناها وفي ألفاظ ليها معنيين وفي ألفاظ ليها معنى واحد متحقق، وده اللي هيكون عنوان الحلقة القادمة: التواطؤ والاشتراك والترادف والعموم والخصوص من وجه، والعموم والخصوص المطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.